كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ملك عجوز وأعمى. سمع عن حديقة فيها تفاح يعيد الشباب للإنسان، وماء يعيد البصر. فخرج ابنه الأكبر للبحث عن الحديقة العجيبة. طاف على ظهر حصانه لعدة أيام، لأن الحديقة كانت بعيدة جداً. ورغم أنه كان يجب أن يسرع، إلا أنه توقف ودخل منزلاً تسكنه امرأة مسنة طلباً للماء والطعام. وما أن دخل المنزل حتى حبسته المرأة في القبو. خرج الابن الثاني للبحث عن أخيه الأكبر، واتجه في نفس الطريق. وحين وصل إلى منزل المرأة المسنة، فعل كأخيه ودخل فوقع في نفس الفخ. وهكذا خرج الأخ الأصغر للبحث عن أخويه، ووصل إلى نفس المنزل ورأى خوذة أخيه، فأجبر المرأة على إطلاق سراح أخويه. تبعه أخواه وهما خجلين، لأنهما وقعا ضحية حيلة المرأة العجوز. حين وصلوا إلى الحديقة، التقوا بحارستها فقالت لهم: لن تصلوا إلى غايتكم إلا بالطيران، خذوا حصاني المجنح. وفي وسط الحديقة وجد الفارس شجرة التفاح والماء السحري. في تلك الليلة قام الأخوان الكبيران بسرقة الحصان ورمياه داخل كهف. وفي الصباح اتجه الفارس إلى أقرب قلعة لطلب المساعدة، فقال له ملكها إنهم سيساعدونه إذا تمكن من قتل التنين وسيزوجه من الأميرة. قام الملك ورجاله بإرشاد الفارس إلى مخبأ التنين، وداخل الكهف حارب الفارس التنين الكبير وقتله. وبعد مقتل التنين أعطى الملك للفارس طيراً عملاقاً ليعود إلى أبيه. أعطى الفارس التفاحات والماء السحري لوالده، وأخبره بما فعل أخواه. فأرسل الملك الأخوين الغيورين إلى السجن، وتزوج الفارس البطل بالأميرة، وعاشا في سعادة وهناء. النهاية.